قاعدة لا بيا ولا عليا على الفيسبوك، لقيت الناس كلها عمالة تحط البيض الني على الحليب المغلي، والنتيجة صدمتهم. قلت ما بدهاش بقى يا بنت الحلال، قومي جربي والتجربة خير دليل. لأول مرة تشوفوني، أنا اسمي إنجي نجيب، ويلا بينا ناخد الصدمة زيهم. جبت كوباية من الحليب معيار 250 ملي، وحطها بقى على النار علشان تغلي، بس هحط معاها رشة ملح صغيرة، وعندي 3 بيضات هربهم كده عقبال ما اللبن يسخن معايا. بعد كده هنقلهم بقى في بولة تكون أوسع شوية. هنزل بقى عليهم بكوباية وربع من السكر، هم حوالي 250 جرام ربع كيلو. وبعد كده هنزل بنص كوباية من الزيت، وهبتدي أقلب الكلام ده كله مع بعضه. لازم أقلب لحد ما الخليط ده يفتح معايا تماما. عندي مضرب كهربا ماشي، هيسهل علينا شوية، لكن الضرب ده بيحتاج مش أقل من 5 دقايق بالضرب اليدوي. بصوا الخليط عمال يفتح معايا ازاي، بفضل اضرب كده لحد ما اوصل للون الابيض الفاتح ده. بعد كده هحط معلقة صغيرة من الخل وبستمر في التقليب. وبعد كده بجيب فانيليا، انا استخدمت فانيليا اللي هي الباودر، تمام، وبكمل تقليب برضو. وبنزل بقى بكوبايتين من الدقيق، وزن الكوبايتين دول 270 جرام، وبنزل عليهم بكيس كيك شيف، وبخلط بقى الكلام ده كله كويس لحد ما الدقيق يختفي تماما. طبعا العجينة هتكون تقيلة بالشكل ده، وانا هقول لكم هنظبطها ازاي. بروح بقى اشوف الحليب زمان وغلي معايا، اول ما بيغلي بنزل ب80 جرام من الزبدة، حوالي 3 معالق كبار، واول ما بيسيحوا برفعه من على النار. بصوا الحليب اهو سخن بيغلي، هنزل بقى بيه على العجينة دي على مراحل متقطعة، يعني مش هنزل بيه دفعة واحدة، على دفعات زي ما احنا شايفين كده، وقلب الخليط ده هيتظبط. هو هنا فعلا الصدمة، ان ازاي نحط الحليب وهو سخن بيغلي على البيض وما يسويش البيض، فهي فعلا كانت احلى صدمة، لان نتيجة الوصفة فعلا مذهلة مذهلة، وهتبهركم جدا، وهتعتمدوها بدل ما هي كانت حاجة غير منطقية، هتعتمدوها في كل وصفاتكم بعد كده للكيك. بصوا بقى الخليط بقى انسيابي خالص ازاي. ببتدي اقلب كده بالسباتيول علشان اتاكد ان مفيش اي زيت من تحت ولا اي عجينه، العجينه انسيابيه جدا اهي. هجيب بقى قالب مقاس 22 او مقاس 20، وهدهنه كده بمكعب زبده، وبطنه بشويه دقيق، وهنزل بخليط الكيك ده. الفرن طبعا يكون سخن وشغال من قبل ما ابتدي اسوي ب10 دقايق. بتدي اديها كده خبطتين علشان تطلع لي اي فقاقيع هواء، تمام. بعد كده دخلت الفرن بقى، خرجت بعد 45 دقيقة في الرف الأوسط على 180، وبختبرها كده بتو سبايك أو بأي حاجة رفيعة. بصوا طالعة نظيفة ازاي، بسيبها بقى تبرد تماما. وهنا بقى أحلى صدمة خدتها في حياتي، وده فعلا أطعم كيك أنا دقته في حياتي. جربت وصفات كتير جدا للكيك، بس الطريقة دي مختلفة، لأن الكيك بتاعها من جوه بيكون رطب كده، يعني ممكن تتحشي، حتى ممكن تتعمل تورتاية ما تحتاجش أن هي تتسقي حاجة، يعني مش الكيك مش دراي كده أن أنت تحتاج تشرب مع حاجة، لأ. بصوا بصوا شكل الكيك من جوه ولونه والفراغات اللي فيه، فعلا حكاية. يلا انتوا كمان انصحكم تقوموا تاخدوا ريسك وتعملوا كيكة الحليب المغلي، بجد هتعجبكم وتعجب ولادكم جدا جدا، لان زي ما انتوا شايفين النتيجة فعلا رهيبة. بصوا الجمال، انا قطعت بقى شرايح الكيك ديت ورصتها كده بشكل حلو عشان الولاد تصحى كده تلاقيها مرصوصة وشكلها حلو، يفضلوا بقى رايحين جايين ياكلوا منها، هتعجبهم جدا جدا. هنشوف بقى كوبايتين الدقيق طلعوا لنا كام شريحة من الكيك. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملونا لايك وفولو البيج بتاعتنا على الفيسبوك، ولايك وسبسكرايب للقناة. كنت معكم انجي نجيب، وصحتين وهنا، واشوفكم الوصفة الجاية.